لاسلكي، واحنا نطير منها يعني سهله المشكله، ماكو مشكله. طرنا اثاري نزلنا، افتحز نزلنا، قلنا ايه بيخالف هذه، نقعد لنا في نص ساعه نتنفس ونطير صنعاء. جاء رئيس تشريفات وزاره الخارجيه، لان الخارجيه كانت اليمنيه في تعز وليس في صنعاء. كما ان المفوضيات، احنا كنا ليجيشنز، مفوضيات، لم نكن سفارات. السفارات صارت بعد الثوره بعدين. فرئيس تشريفات جاني شاب حليو لطيف شكله، حتى اتذكر عنده سن ذهب في شيء. اهلا وسهلا سعاده السفير، انا مو سفير قائم باعمال، ما يخالف بلعناها شكو بيه. يلا قال لي تفضلوا، ما ادري احضر لي سياره. قلت له لا، قلت له احنا نبقى بالمطار لان قريبا راح نروح الصنعاء. قال لا يا سيدي، هذه الطائره لا تطير وقت الضحى، لان الان الضحى صار، لانه الاجواء ما يعرفوها من صنعاء شلون، لان ماكو لاسلكي، فلازم تبات الليله. قلت له خير ان شاء الله. رحنا دخلنا في دار الضيافه، وفي دار الضيافه اشياء ثانيه صارت لا تذكر. على كل حال جاءني شخص من السفارة البريطانية، من القنصلية المفوضية البريطانية، قال لي أنه الوزير المفوض كريستوفر غاندي كان يدعوكم للعشاء الليلة، لأن هو يعرف أنتم هنا وسافرون غدا. قلت طيب شكرا جزيلا. ورحنا وقعدنا بالرجل على العشاء أنا وعائلتي، وكان رجل طيب، واستفاد في الحقيقة هو من هذه الجستشر الكريم هذا، لأنه بعدين لما كنت في صنعاء كان لما يجي قابل مسؤولين يجي عندي بالسفارة، وأنا أبعث ويا الحرس، لأنه هناك سفارتهم بقت في تعز، ما انتقلت لصنعاء في حينه. على أي حال خلاص، هذه ثاني يوم طرنا إلى، إجينا للمطار يابل تعز، صعدنا بالطيارة، وإذا الطيارة نصها ركاب ونصها جام زجاج، يعني ألواح زجاجية. قلت هاي شنو هذه؟ قالوا هذه لقصر الإمام في صنعاء، وياكم جاي. قلت لهم خير إن شاء الله. فسألت الموظف، قلت له من فضلك إحنا شنطنا موجودة يعني؟ قال لا يا سيدي، شنطكم هي ما تزال في الجمارك. قلت له ليش ما تطلع يا من الجمارك؟ قال لي أنه مدير الجمرك هو لسه نايم في بيته ما جاء. قلت له لا إله إلا الله، يعني والعمل؟ قال لا لا قلق يا سيدي، تأتيكم في صنعاء ولا يهمك، خير إن شاء الله. واللي حصل أنه إجتنا بعد أسبوع، ضلينا بدون ملابس أصلا. وطرنا ووصلنا إلى صنعاء، واستقبلني محسن الجزائري سلفي اللي هو هناك، هو مكان منقول إلى اسطنبول، إلى قنصل عام في اسطنبول. وشوف جينا، شو احنا استقبلنا وركبنا بسياره بيك اب. قلت له شنو السياره محسن؟ قال لي ايه انت ما تعرف لعد، احنا ما عندنا سياره. قلت له ليش؟ قال ما تعرف لعد، الخارجيه ما تنطي سياره الا بسفير، اذا قائم باعمال هذا خليه يولي، احنا ما علينا به، ايش علينا به، هو يدبر اموره. وهكذا كان، بقيت انا فتره امشي على البايسكل بس، إلى أن الله هدى حسن العمري القائد العام، صار صديقي، أعطاني سيارة زوم روسية، ظلت تحت تصرفي إلى أن سافرت واسترجعوه. قلت له هذا شنو هاي السيارة؟ منين لك زين هاي البيكا؟ قال لي هذه عند واحد صديق يمني، انطيته بطل جن واستعرت السيارة به. وهكذا قلت له الحمد لله زين خير إن شاء الله. مشينا بالسيارة إلى أن وصلنا للسفارة البناية. قلت له أنا أريد أولا أفتر بالمدينة أشوف هذا. قال لي يا مدينة؟ قال مو أنت هسه دخلت بالمدينة، إحنا من المطار لهنا دخلنا بالمدينة كلها. قلت له والله؟ حتى قال لي بهالتعبير، قال لي جيت دق عدم خلص بعد ما أقعد. قال لي بس أنا أرجوك إبراهيم تفكني باشر، الله يخليك أبدا أسافر. قلت له ولا يهمك. صار عندنا موعد ويا نائب الإمام. نائب الإمام يعني الفايسروي، نائب الملك، لأن الملك في تعز وهو يدير صنعاء. هذا الرجل مع الأسف سمعت أنه أعدم، أول واحد أعدم في الثورة. لا على كل حال
رحنا زرنا أنا ومحسن جزائر في غرفة شبه مظلمة، يعني الضوء مالها خافت شي شوية. فمحسن دي يودع نائب الملك، قال له أنا استأذنك بالسفر، وجيت أقدم زميلي وأخي إبراهيم، هو راح يأخذ مكاني وكذا. قال أهلا وسهلا هو الرجل، وأنا يعني قلت كلمة أنه أنا جاي حتى أتشرف بأني أقوي العلاقة بين بلدكم، بين بلد اليمن بلد عربي، وإحنا يعني أصل العرب من اليمن وإلى آخره، من هل تعرفون الحكايات الدبلوماسية. فإجا دور الكلام الأخ الفايسروي، قال إحنا لنا فضل كبير على العراق. قلت له إيه والنعم، إحنا نعترف بهذا. قال تعرف للما؟ للما يعني لماذا باليمن؟ قلت له للما يا سيدي. قال لأن مياه سد مأرب كانت تسقي البصرة. قلت لك يا بهاي شو المشكلة؟ المسلم الجزائري دغني شي من جوا، قال لي دير بالك. قلت له نعم. قال لي ومناخنا يختلف عن مناخ العراق، مناخ العراق حار، احنا مناخنا معتدل. تعرف للماء؟ قلت لا والله ما اعرف. قال لي ان العراق قريب من خط الاستواء. قلت هاي خير معلومه جغرافيه جديده. قلت له يعني كما تقول حضرتك، نعم هذا هو الواقع هالشيء. شكرا شكرا شكرا. العفو. طلعنا وانا امامي صوره سوداء صارت. لك هاي شنو هاي؟ دخلت بولايه مخربه. نائب الملك مالها شو يحكي بالجغرافيا بالجيوبوليتيك يحكي شو مشكله. على كل حال ما اطول عليكم، رحت ورا 3 ايام الى تعز حتى ازور الملك، يعني الملك الامام احمد، وابدا عملي. فزرت وزير الخارجيه وكان حسن ابراهيم رجل مثقف جدا ودبلوماسي من الطراز الاول. حكينا مسائل كثيرة عن أمور عربية وإلى آخره، يعني علاقات عامة. وبعدين قلت له معالي الوزير أنا أتمنى أن يرتب لي موعد مع جلالة الإمام. قال لي لا والله يا سيدي هذا غير ممكن. أنا يعني ضايقت، قلت يعني فدرد غريب هذا. قلت له أقدر أعرف لماذا، يعني لماذا لا أستطيع؟ قال لي والله بهالتعبير العام، قال لي جلالة الملك هو موات الآن، موات يعني هو يموت الآن. أنا اعتبرتها هذه يعني مثل ما يقولون diplomatic illness، ماكو شيء يعني كل شيء واحد يقول تمرض وتمرض وإلى آخره، هاي يعني ما تمشي. ظليت متضايق هذه. فكملت زيارتي للبعثات الدبلوماسية هناك. شفت كريستوفر غاندي اللي عزمني، قلت لكم بالعشاء هذه ام قاعد وياه بالمفوضيه من هيلم. وزرت اتذكر الوزير الالماني اسمه هير ستيفن. اشوف هذا استقبلني راسا، اهلا 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 بالعراق واهل بغداد. استغربت هذا الماني شلون حكي بلهجه بغداديه تماما. قلت له اقدر اعرف وين هالعربيه مالتك؟ قال أني كنت سكرتير السفارة في بغداد بالثلاثينات ويا سفير جروبا. هذا جروبا كنا نسمع به وإحنا شباب، كان يحكم العراق سفير ألمانيا. المهم فزرت والله، زرت السفير الصيني والسفير الوزير الروسي والإثيوبي أتذكر والبريطاني والأمريكي، أيضا الأمريكي شان روبرت ستوكي، هذا إلي أيضا قصص ويا روبرت ستوكي. ورجعت إلى صنعاء، ورما جرعت وصنعاء يمكن أسبوع جاءنا خبر أنه تفضلوا بالصلاة على جنازة الإمام، مات الإمام. صدقت هذا الرجال كان بوات معنا مادة. صليت الجنازة عليه بالجامعة عليه طبعا، وراح وصار البدر ملك، ورحت أهني البدر وهنيت بمكان يعني فوضى لا نظير لها. قبائل يجون يهنوه، وهذا اللي يرمي وهذا هم واسلحتهم وكل شيء.
لكن هذا الرجل كان مهذب جدا، هو شاب البدر المسكين. أول ما هنيته قلت له: مبارك يا جلالة الملك، وأنا في خدمتك، وأنا يعني العراق مستعد لعونك أيضا، وإلى آخره الكلمات الطيبة. هو تأثر بيها، قال لي: أنا يا حبيبي يا أخي، أنا إن شاء الله والله ما تخلص هذه التهاني أجي للسفارة عندك، أريد أستشيرك في أشياء. يعني هو قرر لي قدام أصير مستشارة. قلت له: أنا في خدمتك وأنا يشرفني هذا. المهم أنه ورا أسبوع صارت الثورة ومعلق الإمام البدر طار، راح ما نشوف إلا ثاني يوم البدر بحجة صار، راح وبدأت ثورة اليمن المصيبة. ابتدت ثورة اليمن اللي أسميها الثورة الجاهظة أبورتد، يعني لأنه ظروفها ما كانت فعلا مواتية بعد. كان عبارة عن 4 5 ضباط خطية اشتروا قنابل من عدن بفلوسهم براتبهم حتى يضربون قصر الإمام ويسوون ثورة. هاي أما وراه شي يصير الله كريم، ماكو مثل واحد يقول الله يعطي ما في جيب يروح والله يعطي الباقي. هذا صار وصارت الثورة.